مشاهدينا الأوفياء متتبعي قناة مغارب نيوز عبر الفيسبوك، مباشرة من مدينة الدار البيضاء دائما، وهذه المرة من منطقة الحي الحسني. معنا حالة من الحالات الإنسانية، كيفما كتعرفوا حنا الحمد لله دائما الحالات الإنسانية من الناس، من الناس للناس. اليوم معنا واحد الحالة اللي هي مستعصية منذ 30 عام، وخديجة كتعاني من واحد المرض اللي ما عرفاتش، صبحات لقات الحنك ديالها عوج. يعني كما كتعرفوا العادات والتقاليد ديالنا، انسان بعد السبيطارات بعد هذه، باش هذا المجتمع ديالنا، بعد السبيطارات بعد هذه كيمشيو للسادات كيزوروا، يعني والو حتى حاجه ما تحسناش. يعني 30 عام كما غتشاهدوا معنا هاد الاوراق، لاحظوا هادو راه ربما كاين بعض المشاهدين اللي باقي ما زيدش، لاحظوا معنا، لاحظوا غير الاوراق كتبين لكم الحاله بان الحاله قديمه بزاف. هاي لاحظوا معنا، لاحظوا لاحظوا الان الحاله ديال خديجه تدهورت بزاف، الشيء اللي خلاها تواصل معنا طبعا الحال من طرف الام ديالها ام فاطمه، اللي كذلك غادي تعذرونا لانه حتى السمع ديالها هي ثقيل. خديجه راه ما كتسمعش، وحتى النطق عندها صعيب. باش كنتواصلوا معها بهاد، كنتواصلوا معها واخا مهم، واخا كنتواصلوا معها بالستيلو والكتبه. ام فاطمه، بغيناك تعاودي للمشاهدين، شوفي في المشاهدين بغيناك تعاودي لهم على الحاله ديال خديجه بنتك. كيفاش في الاول؟ ملي نعسات صحة سلام، ملي فاقت صارت فمها عوج. أول مرة ديتها على الدكتور أمين في شارع حسن تاني، ما جاش الله. عاود زدت مشيت ما خليت ذاك دكتور بوسطة. أش من عام هادشي أمي فاطمة؟ أش من عام؟ 92 وأنا نجري. 92؟ من 92 وأنا كنجري حتى عييت. ما خليت دكتور ذاك كلينيك أنوال دار فيه سكانير، ما خليت الطبيب يعير لي سوانه في الدار، ايش تعطيها دو تجي للدار، ما خليت 20 غشت، 20 غشت درتو السما دعبدة ديما غادا جاية 20 غشت، دكتور فاطمي دكتور بن شقرون هما اللي داروا لي العملية هنا، والو ما جابش الله، هذا الصالحين، هذا فقيه، هذا سيد، هذا 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 هذا. فين ما قالوا لك؟ فين ما قالوا لي تمنى جيلالة درتهم ليها. يعني انت ام اللي قالوا لك ديريها؟ دي اللي قالوا لي كنديرها. وما حتى حاجه ما تحسناش؟ حتى حاجه، ما خدمت حتى تغلبت. النهار اللي تغلبت هي هزت راسها عطات راسها للخدمه تخدم في الديور. دابا ما تلاش قدرت على خدمه الديور. عاودي لنا ام فاطمه، عاودي لنا على خديجه، واش مجوجه؟ عاودي لنا الحياه ديالها. مجوجه براجل ولد معاها جوج الوليدات. زادوا خلاها من العيات بزاف، زادوا خلاها تخلى عليها ما عرفنا فين مشى. ملي مرضات هرب عليها. صافي. هي مريضة، هي مريضة، ولكن شافت زاد عليها الحال وما بقاش عندها الصحة. يعني ملي تزاد عليها الحال هرب عليها وخلاها. صافي، هرب عليها وخلاها. شحال خلى لها ديال الوليدات؟ جوج. جوج. حمزة والمهدي. بلا ما تسميه. وفين ساكنة هي مسكينة دابا؟ هي ساكنة في الحد. اش من الحد؟ قالوا لها الفرج. حد ولا الفرج؟ حد ولا الفرج. دابا عرجت عندي انا هنا. اذا كتجي عندك من حد ولاد فرج؟ اي من حد ولاد فرج كتجي عندي. دابا انا عام هذه ما مشيتش عندها، مريض انا ولبها رانا عس مريض في الفراش. صافي يا ولاد، جي هي جات شي 10 ولا 5 هذه باش جات، دابا ثاني قالوا لي امك عيانه راها جات. وليداتها مع من مخليهم هي؟ راه مخليهم بوحدهم. بوحدهم؟ بوحدهم. فركتهم. وكي دايره في الحاله؟ كي دايره حالتها في العروبيه تما؟ واش بخير؟ لاباس عليها؟ الحاله عيانه، الحاله ما هي ما تعجبش صراحه. مسكينه ما خداماش هي؟ ما خداماش، ما كانتش قدرت تخدم. مره كانت خدامه عرب السيلو عيكتب ولا تخدم، دابا ما كانتش قدرت. صافي. ما كانتش قدرت وما كانتش فهم حتى العينين ما كانتش تشوف. واخا امي فاطمه، نشوفوا خديجه. غادي نشوفوا خديجه وكنعتذروا على حيت التواصل معها شويه صعيب، ما كتسمعش، ما كتسمعش بصفه نهائيه. ما تسمع ما تشوف. وتشوف عندها ناقص، حتى تشوف عندها ناقص، وكذلك الكلام عندها ما كتقدرش تكلم، الشيء اللي كيخليها كتعصب
لاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، راه كنعتذروا الى الشوف خاصك تتكلم بواحد شويه بواحد الفضاضه، ولكن راه مسكينه راه مريره بصراحه. خديجه، خديجه شوف شوف خديجه شوف، راه كنتواصلوا معها بالستيلو. خديجه شوفي قال لي خصك دير الميزان ودوزي على راسك. زي انا هاد الودن وهادي ما كانش الناس ديالهم نهائيا نهائيا. العين هادي اللي كتشري هي كاع. مسكينه. خصني ندوز على راسي فهمتي. كنت كنشد الدواء ديال الراس دابا حسوا عليا نهائيا. خصني احسن ندير ديزيتا على راسي على ودني عرفتي نتكلم نعطوني الدواء. يعني قالت لك حبسوا عليها الدواء، علاش طلبوا منها انه قالوا لها تديري تعبري الودنين عندك وحتى تديري السكانير على الراس عندك؟ غادي نعاودو نسولو خديجه، غادي نقولوا لها اشنو كتطلبي، اشنو كتطلبي لخوتك المغاربه، اشنو كتطلبي خديجه؟ شوفي لاحظوا مسكينة تشوف كتقرب عندها الكتاب. كنت غاردة سي عاوني شوية، لأن الله غاردة عندي جوج وليدات وراه جلست ناسية، ما صحتي خانتني، كنت كنخدم عند الناس، دابا كنخدم كنتعاد، كيطلع لي الطونسيون، نقيت دابا راه كنخدم بعوار. خديجة كانت من غازة يحسوني خصهم ودنسهم يتعاوني معايا الله يخلصهم. اش اللي كانت غير دس مساعد، كانت غير دس مساعد. خديجة قالت لك انا ماشي كنطلب ماشي كنسعى، انا قالت لك غير بغيت خوتي المغاربة يتعاونوا معايا. قالت لك ملي كنت بصحتي حيت راه هادشي حيت صعوبة في النطق ديالها، انا بحكم المهم هاد شوية اللي ريحت معاهم بحال بديت كن نجيري معاه الحمد لله الكلام، هذا من فضل الله. أثر فيا كنرد بزاف، أثر فيا بزاف من ناحية ولادي جوج، ما كنستناهمش. وتاهمهم لبقاس. يعني هذا المرض أثر عليها نفسيا حتى مع وليداتها، قالت لك ما كتسمعهمش، ولات عايشة معاهم واحد الجحيم. يعني هي كتأمل من الله سبحانه وتعالى ومن خوتها المغاربة أنهم يحاولوا غير مثلا شي طبيب، شي حاجة مثلا، يعني ماشي ما باغا فلوس ولا باغا الناس اللي مثلا اللي غادي يبقاو يمدوا واحد كما كنقولوا واحد مبلغ شهري، لا هي باغا اللي يعاونها مسكينه انه تقوم الا كانت شي عمليه تقوم بها، اذا كانت شي امكانيات ان مثلا تعالج مثلا ورجع لها الفك ديالها ورجع لها السمع ديالها، حيت هي مثلا ما تزادتش بحال هكاك، هي غير المرض تزاد عليها لانه كما شفنا راه من 92 ما عندها من بيسي وسيدي ربي، ما عندها اللي يعاونها، ما عندها. حنا والديها اللي كنا نعاونوا، حنا كبرنا وتغلبنا، حنا غلبنا الوقت. واللي يبغى يعاونها الله يرحم الوالدين. اذا مشاهدينا الكرام غادي نبقاو مع الكلمه الاخرى ديال، وقبل ما نبقاو مع الكلمه الاخرى غادي نطلبوا الرقم ديال خديجة ولا ديال أم فاطمة باش الناس يتواصلوا معاها. خديجة ماشي أنت
كيعطينا الرقم ديالك. كتبي كتبي كتبي. راه بالمناسبة خديجة خارجة من القسم الثالث. نعم، شهادة ابتدائية. شهادة ابتدائية، وهي من مواليد 1966، يعني من بعد ما تخلى على الزوج ديالها ملي تزاد الحالة ديالها، هرب وخلاها مع جوج ديال الوليدات كتقاسي معاهم مسكينة. الرقم ديال كما تشوفوا معنا ها هو كيبان لكم الآن مشاهدينا الكرام، ها هو يعني 06-45-00-11-88، 06-45-00-11-88، وحنا راه غادي نحطوا الرقم ديالها كذلك عبر قناة مغرب نيوز، يعني عبر فضاء أزرق الفيسبوك. واللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى، كنتمناو من المحسنين المغاربة الأحرار أنهم يتبناو الحالة ديال خديجة كما هو معروف عليهم. خديجة، آخر كلمة ديالها خديجة. لا، اخر كلمه لك مع المغاربه. الله يخلص المغاربه الناس كرامة. الله يخلص المغاربه الناس كرامة. حيت عرفت المغاربة الناس كرامة. كطلب من المغاربة يعاونوها حيت عرفوهم الناس كرامة. كيتعاونونا الناس الفقراء. كيتعاونو مع الناس الفقراء. بغيتهم يعاونونا يحسنوا مزيان، أنا خصهم يغطسهم ويتعاونونا. ماشي. كاشي دعوة. الله يعطينا الرزق، الله يسهل علينا ويقصنا، الله يجعل سيدنا زين حسنتهم. كنقول الله اللي يقصنا، الله يجعل سيدي ربي يقصنا. الله يوقف على منتهى المايا. أمي فاطمة، الكلمة الأخرى شي. الكلمة الأخرى هي هذه يا وليدي، هي هذه الله كما قالت، هي الله اللي يوقف معاها، الله يوقف على أمو، والله يرحم لهم الوالدين، هي كتب حقها في الله وفي اللي شاف حالتها. صافي. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر الذي عندي باش نفيدها والو من منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء. كان معكم مراسل قناة مغرب نيوز مصطفى القرناوي، يحييكم، دمتم في رعاية الله وحده، وإلى بث مباشر آخر، يا إما حالة إنسانية وإما خبر جديد. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي لا كبروا علينا ولا صغروا علينا.